أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في موضوعنا شبهات حول القرآن. الشبهة التي نتحدث عنها اليوم هي الشبهة الأشهر التي يلوكها بعض الناس بألسنتهم وهم يتحدثون عن القرآن، شبهة الغرانيق. تتلخص هذه الشبهة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث كفار قريش وكان يقرأ عليهم بعضا من سورة النجم، ففي آخرها سجدوا لله عز وجل مع سجود النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وهنا نفتح كتب التفسير في تفسيرهم لقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ذكر المفسرون قصة لا تصح، هي قصة الغرانيق. ماذا ذكروا؟ قالوا: حين كان الله عز وجل يقول: أفرأيتم اللات والعزى، نقلها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قالوا: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألقى الشيطان في تلاوته، عند أمنيته يعني في تلاوته، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقالوا الغرانيق هي الأصنام، فصار كلام الشيطان ما ألقاه الشيطان متداخلا مع وحي الله عز وجل، فقالوا: إذن القرآن يدخل عليه وحي الشيطان. طبعا قبل أن أتحدث عن صحة هذه القصة وضعفها، أقول لو تأملنا الآية نفسها لوجدنا أنها تقول: فينسخ الله، أي يزيل الله، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، فهذا كاف في دفع هذه الشبهة. أقول: هذه القصة قصة غير صحيحة، قصة موضوعة لا تصح بحال وإن وردت في كتب المسلمين. أنبه إلى قضية: ليس كل ما يرد في كتبنا صحيح، بل ليس كل ما يريده العلماء في كتبهم هم يعتقدون صحته أصلا، لا، هم يروون الكثير من الصحيح والضعيف والموضوع، يروون كل ما جاءهم من العلم، إلا من اعتقد صحة كتابه، من اشترط الصحة في كتابه كالإمام البخاري والإمام مسلم، فهذان لا يدخلان إلا ما يصح عندهما. لكن عندما يروي الطبري في تاريخه أو حتى في تفسيره فهو لا يشترط الصحة في كل ما ينقل. لذلك علينا أن نقرر قاعدة يقولها ابن الكمال رحمة الله عليه: كتب التفسير، كلام ابن الكمال، كتب التفسير مشحونة بالأحاديث الموضوعة، بالأحاديث مش الضعيفة، بالأحاديث الموضوعة، وأضعف هذه الأحاديث قصة الغرانيق. هذه قصة الغرانيق لا تروى مرفوعة عن الصحابة، هي في الجملة مروية عن التابعين كسعيد بن جبير وأبو بكر بن الحارث وأبو العالية، فهي غير مروية عن الصحابة، لم تتصل إلى الصحابة إلا من حديثين أو من روايتين. الرواية الأولى رواية الكلبي، وهو متهم في دينه وحفظه لا يصح الاستشهاد به عند علماء المسلمين، هذه الطريقة الأولى، الكلبي نسبها إلى ابن عباس. الرواية الثانية رواها البزار من طريق أمية بن خالد إلى ابن عباس رضي الله عنه، مع تنبيهه نفس أمية ينبه أنه شك في رفعها، يعني هو غير متأكد هل هي موقوفة على سعيد بن جبير أو أنها مرفوعة إلى ابن عباس رضي الله عنه. الراوي نفسه في نفس الرواية في مسند البزار غير متأكد، يقول: عن ابن عباس فيما أحسب، يعني أنا ماني متأكد، أنا شاكي، فهو شاكك في هذه الرواية. يقول البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا، هذا الذي الراوي غير متأكد من رفعه، ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد، وغيره يرسله عن سعيد بن جبير. إذن
هذه الرواية اللي هي أفضل رواية، رواية شك فيها راويها في رفعها، والصحيح أنها موقوفة على سعيد بن جبير، فبالتالي هي رواية غير مقبولة. الإمام البخاري والإمام مسلم في الصحيحين ذكروا قصة سجود المشركين التي وردت في نفس السياق سورة النجم، ولم يذكروا قصة الغرانيق هذه، مع أن الرواية تكررت في البخاري وفي مسلم فيما يقرب من 6 أو 7 مواضع، لكن مع ذلك لم يذكروا في واحدة منها هذه الزيادة الضعيفة. أيضا رواية أبو ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود، ورواية أحمد عن المطلب السهمي ليس فيها، مع أنها ليس فيها هذه الزيادة، مع أنهم كانوا ممن حضروا هذه الواقعة، بينما ابن عباس رضي الله عنه لربما لم يكن قد ولد حين حصلت هذه الواقعة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أصلا هي غير مرفوعة إلى ابن عباس، حتى نتحدث عن يعني رواية ابن عباس رضي الله عنه لها. هذه القصة ضعيفة من جهة إسنادها ومنكرة من جهة متنها. أول من نبه على بطلان هذه القصة ابن إسحاق الذي رواها، من رواة هذه القصة ابن إسحاق في سيرته، وهو رحمه الله كان يعتقد ضعفها. يقول الإمام أبو حيان: سئل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية فقال، الكلام لابن إسحاق الذي يرويها: هذا من وضع الزنادقة، هذا من وضع الزنادقة. ويقول أبو حيان: وصنف في ذلك كتابا. إذا هو روى القصة في كتابه، وله كتاب آخر بالتنبيه على ضعفها. إذن القصاص ليس كل ما يحكونه يعتقدون صحته. ابن كثير يقول: لم أرها مسندة من وجه صحيح. ويقول: وقد ذكرها محمد بن إسحاق لصاحب السيرة في السيرة بنحو من هذا، وكلها أي كل أسانيدها مرسلات ومنقطعات، ما فيها ولا إسناد يصح. أبو خزيمة ابن خزيمة رحمة الله عليه يقول: إنها من وضع الزنادقة، إنها من وضع الزنادقة. أبو حيان الأندلسي يقول، وهو ينقل عن البيهقي: هي غير ثابتة من جهة النقل. وقال أي البيهقي: إن رواتها مطعون عليهم، وليس في الصحاح ولا في التصانيف الحديثة شيء مما ذكروه، فوجب اطراحه، ولذلك يقول: نزهت كتابي عن ذكره فيه. كتابي ما أضع في مثل هذه القصة لتفاهتها ولضعفها. القرطبي يقول: وضعف الحديث حديث الغرانيق مغن عن كل تأويل، ما يحتاج أي تأويل لأن القصة ضعيفة وساقطة. ابن حزم يقول: والحديث الذي فيه وإنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فكذب بحت لم يصح من طريق النقل ولا معنى للاشتغال به، إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد. هذا كلام علماء المسلمين كلهم رافض لهذه القصة. القاضي عياض يقول: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. هذه القصة العلماء مطبقون على ضعف سندها. لم أجد من حسن هذه الروايات إلا ابن حجر رحمة الله عليه، مع أنه نبه إلى أن أسانيدها كلها منقطعة، لكن قال لتعدد مخارجها يحسنها رحمة الله عليه، مع أنه لا يفهمها بالمعنى الذي يفهمها أصحاب هذه الشبهة، فإنه يقول: إنما قال الشيطان بين سكتات النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفرأيتم اللات والعزة، في أثناء سكتاته قال الشيطان، لكن هذا القول لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحسنها لتعدد مخارجها مع اعترافه بأن كل أسانيدها منقطعة ومعضلة. وقد رد عليه العلماء وبينوا أن مثل هذه الأسانيد لا يتقوى بعضها ببعض، فبالتالي تبقى الرواية بإجماع أهل العلم ضعيفة بل موضوعة لا يصح الاحتجاج بها، ومخالفة ابن حجر أو غيره لن تمنع مثل هذا الإطباق العظيم لعلمائنا.
فاصل قصير ولنا عودة بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من جديد. ما زلنا في قصة الغرانيق، وقد ثبت لنا أن هذه القصة مردودة ضعيفة استنكرها العلماء وردوها من جهة إسنادها، وسيتبين لنا أيضا ضعفها من جهة متنها. روايات الغرانيق أيضا كانت روايات متعارضة، ليس فقط أنه أسانيدها ضعيفة بل متونها متناقضة ومتعارضة. يقول القاضي بكر بن العلاء المالكي رحمة الله عليه: لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير، وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع سنده واختلاف كلماته، كلمات مختلفة. فقائل يقول إنه في الصلاة، كان يقرأ في الصلاة حين حصلت قصة الغرانيق، وآخر يقول قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة، أي سورة الحج، وآخر يقولها قالها وقد أصيبت سنة، وقد أصابته سنة، وآخر يقول بل حدث نفسه فيها، وآخر يقول إن الشيطان قالها على لسانه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضها على جبريل قال ما هكذا أقرأته، وآخر يقول بل أعلمهم الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، إلى آخره. فهذه الروايات ليست روايات متوافقة، إنما هي روايات متعارضة يزيد بعضها الآخر ضعفا لتعارضها. لنفترض أن القصة صحيحة، ماذا تعني كلمة الغرانيق؟ ابحث في كتب العربي لن تجد أن الغرانيق تأتي بمعنى الأصنام أبدا. قلبت كتب العربية فوجدت أن الغرنوق إنما يطلق على اسم لطائر أبيض أو أسود، طائر مائي يعيش قريبا من الماء، أبيض أو أسود. ووجدت أن الغرنوق يطلق على الشاب الأبيض الناعم، ويطلق أيضا على النبات اللين، وكل ذلك له شواهد في لغة العرب، لكن لم أجد أن الغرنوق تأتي بمعنى الأصنام. هذه واحدة. بعض المفسرين وهم يحاولون تأويل هذه القصة حتى تناسب الموضع الذي حشروها فيه، قالوا المقصود بالغرانيق العلى أي المرتفعة في السماء أي الملائكة، وقالوا هؤلاء شفاعتهن ترتجى. النص يقول إن الغرانيق العلى يعني الملائكة إن شفاعتهن لترتجى، كما جاء في نفس السياق القرآني في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فإذا أذن الله لهم شفعوا. فهؤلاء شفاعتهن ترتجى من بعد إذن الله عز وجل. لكن الحقيقة حين نقرأ السياق القرآني نجد أنه يرفض تماما فكرة أن توجد كلمة الغرانيق بمعنى الأصنام. لماذا؟ لأن النص في السياق كله يقوم بالتشنيع على عبادة الأصنام. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم تأتي الآيات بعدها لتندد بعبادة بعض العرب للملائكة: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، إلى آخرها. فالآيات تتحدث في تكذيب من يقول بأن الملائكة بنات الله. ثم المشركون ليس لهم عقول، حين يسمعون السياق القرآني وهو يذمهم ويذم آلهتهم ألن يستغربوا كيف تمدح الأصنام لو كانت الغرانيق هي الأصنام؟ لماذا لم يعقبوا عليه أنك تركت دينك أو مدحت آلهتنا؟ لماذا لم يصدر مثل هذا عن المشركين؟ لأن القصة لا تصح أصلا. نأتي إلى قضية وهي الربط بين قصة الغرانيق وسورة الحج. في قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته قالوا إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. أقول هذه القصة قصة مكية، قصة الغرانيق، وسورة الحج سورة مدنية، فلا علاقة بين آيات سورة الحج وبين قصة الغرانيق التي لا تصح. لكن المؤرخون والمفسرون كما يقول القاضي عياض المولعون بكل غريب
المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم هم من جمع هذه القصة مع آيات سورة مدنية لا علاقة لها بالقصة من قريب أو من بعيد. لو فرضنا أن القصة حصلت فيكفينا قول الله عز وجل فينسخ الله ما يلقي الشيطان. لو ألقى الشيطان عند تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الكلام في سكتات النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله ينسخ ذلك ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. لكن هذا الذي ألقاه الشيطان كما أخبر القرآن ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، الذين يدفعون بهذه الشبهات ويقولونها في قلوبهم مرض وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. إن قصة الغرانيق تتعارض مع عصمة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يقول ما لم يقله الله عز وجل، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، الله عز وجل يثبت نبيه صلى الله عليه وسلم ويمنع عليه توارد الموارد السيئة، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لكن ذلك لن يحصل، لماذا؟ لأن الله ثبت قلبه. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مثبت بالله عز وجل، مثبت بإيمان يقذفه الله، فلا يمكن أن يرد عليه الشيطان بقصة الغرانيق ولا بغيرها، فإنه معصوم بعصمة الله عز وجل. إذا ما معنى الآيات التي جاءت في سورة الحج إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ المفسرون في الجملة مولعون بقصة الغرانيق فذكروها وفهموا الآية من خلال هذه القصة، فقالوا إلا إذا تمنى، الأمنية تأتي بمعنى التلاوة، يعني إلا إذا تلا، ألقى الشيطان في أمنيته يعني ألقاها في تلاوته حتى تتساوق مع القصة الضعيفة التي أوردوها. لكن لما لا يكون المعنى الأمنية بمعنى الأمنية، بالمعنى الظاهر، بمعنى التمني وليس بمعنى التلاوة، مع أن المعنى الآخر وارد في لغة العرب وغير مستنكر؟ لما لا يكون المعنى إذا تمنى يعني أراد شيئا، فهو على ظاهره في أن المراد هو الأمنية، وهذا الذي قاله بعض أساطين لغة العربي منهم الفراء والكسائي رحمة الله عليه، وهو الذي يقوله أيضا الرازي المفسر رحمة الله عليه، يقول أما إذا فسرناها أي قوله إذا تمنى بالخاطر وتمني القلب، فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم متى تمنى بعض ما يتمناه من الأمور، إذا تمنى شيء يوسوس الشيطان إليه بالباطل ويدعوه إلى ما لا ينبغي، ثم إن الله تعالى ينسخ ذلك، ينسخ الأمنيات التي يقذفها الشيطان ويهديه إلى ترك الالتفات إلى وسوسته. وضربوا في ذلك مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه المشركون طمع في إسلامهم فقالوا له اطرد من عندك من الصحابة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة فكر في مثل هذا الموضوع، فقال الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لماذا؟ لأن هذه الأماني إنما هي من الشيطان، والله عز وجل يسدد نبيه صلى الله عليه وسلم فيحكم الله آياته والله عليم حكيم، ويبعد ما قذفه الشيطان وما أراده الشيطان. إذا تبين هذا تبين أن قصة الغرانيق ضعيفة لا تصح من جهة إسنادها، منكرة من جهة متنها، فبالتالي لا يجوز الاحتجاج بها ولو كانت موجودة في كتب المسلمين، فإن في كتب المسلمين الصحيحة والضعيفة والموضوع، وهذه من الموضوع. فنرجو من الله عز وجل أن يرحمنا وأن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا من أتباعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء يتجدد.